سهل بالنسبة للهلال يمكن من الشوط الأول حسم المباراة، ولكن كان بمستوى نوعا ما متوسط، يعني تقي إلى جيد في بعض أوقات المباراة. شوف، أنا قبل ما أتكلم عن مباراة الهلال والخليج، ترى أنا أبغى 3 دقائق علشان أتحدث أنا والزميل. إيه 3 دقائق أنا والأستاذ فيصل عن مستجدات نادي الاتفاق، إذا صار عندك مساحة. طيب خلينا أول شيء، أنا أقول بعد. طيب ابدأ بمباراة الهلال ولا ما شفتها؟ شوف، أنا شفت الشوط الأول، ولأني نصير الضعفاء وأدعم أصوات الأندية التي ليس لها أصوات، ضربة جزاء نادي الهلال ليست صحيحة. بس أنا ما أقدر أن أقول أنها ما هي صحيحة، بل فضيحة. يعني اللعبة تم مشاركة الكابتن موسى مريقة، سدد موسى مريقة، صدها الحارس الحيدري يعني في مكان صعب جدا من جسمه، انتهت اللعبة. نجوم الهلال وفي مقدمتهم موسى مريقة لم يطالبوا بأي شيء، فجأة الفار تدخل، العم الفار تدخل، ما ندري، يشوف اللقطة يمين يشوف اللقطة يسار، يعني اللعبة انتهت بتسديد اللاعب المهاجم موسى مريقة الكرة. فجأة عاد الحكم البرتغالي، على فكرة ترى هذا حكم برتغالي مش حكم سعودي، لو حكم سعودي صار الكلام كثير، لأن احنا يعني دائما نجلد الذات. الحكم حتى أشوفه يعني بعد العودة من الفار يلتفت على دكة البدلاء، ما أدري هل هي البدلاء الهلالية أو البدلاء الخليج، وكأنه يشير أنه لا يوجد هناك أي خطأ. فجأة يؤشر على نقطة ركلة الجزاء أو ضربة الجزاء، يعني ضربة جزاء غير صحيحة. احنا نقول دائما لما الأندية التي ليس لها أصوات وليس لها إعلام ولا أحد ينادي، حقوقها تهضم ولا أحد يتحدث عنها. أنا أوعدكم أنني أكون صوت لكل الأندية المهضومة. ممتاز، بس أنت تتكلم بثقة يعني مفرطة بصراحة. الآن ما فيه دعس من على قدم مريقة في اللعبة؟ اللعبة انتهت، اللعبة انتهت، سدد حتى لو سدد حتى لو سدد سدد انتهت. معليش، بس حتى لو سدد، يعني انت لو قلت لي مثلا اشك اقول معليش على عيني وعلى راسي، بس انت الان تتكلم بثقة وثقة مبالغ عالية. فيها لا، وشوفوا في حكام، خلينا نشوف، خلينا اعطونا اللقطة، اعطونا اللقطة وخلينا نشوف. وفي حكام يضحكون على الناس بس ما يضحكون على الرياضيين القديمين واللي عندهم عمق. علشان هو يثبت ان قراره صحيح يروح يعطي الولد كرت اصفر. قرارك خطأ، قرارك ايها الحكم البرتغالي خطأ، وباذن الله ما نشوفك ثانيه، لانك لو حدثت هذه طب شوف اللقطه، شوف اللقطه، شوف اللقطه قدام. شوف، ممتاز، صوب بس انت الان الحارس الحيدري، وين الخطا؟ فيه دعس على قدم اللاعب ولا ما فيه؟ ما فيه. شوف، انت تقول ما فيه قدامك، هذا الحين يعرضونها بالبطيء. تفضل تفضل، سدد، انتهت اللعبه. تفضل يا حبيبي، انتهت اللعبه. تفضل، انتهت اللعبة، سدد ولا ايه؟ بس هذا الحين اللي انت تشوفه سدد على عيني وراسي، انتهت اللعبة. لا ما في شيء اسمه انتهت اللعبة في القانون. القانون الجديد ما في شيء اسمه انتهت، طالما الكرة داخل المستطيل لم تنتهي. نعم، شوف، سدد. طيب، الكرة صدها الحارس. احد مع ابو فهد في الموضوع ذا؟